معنا إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز مباشرة من إسطنبول. أهلا بك إبراهيم، حدثنا أكثر عما جرى بخصوص هذا الرتل الذي تمت إعادته طبعا من حيث أتى من العاصمة دمشق. طبعا نعم وسام، يعني حقيقة هناك عدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع. أنا هذا ليس هو الرتل الوحيد الذي تستقدمه إيران وحزب الله إلى محافظة درعا بصيغة أنها عناصر تتبع لميليشيا أسد الطائفية. هذا هو الرتل الأول الذي يعود، لكن مرت عشرات الأرتال عبر ذات الطريق وعبر طرق أخرى إلى القنيطرة وإلى درعا عموما. أحد هذه الأرتال أيضا قام بإعادته سابقا في صدام سابق حصل بين أبناء منطقة حوض اليرموك وبين عناصر يتبعون لحزب الله وإيران. ربما يكون يعني تمييز هؤلاء العناصر بالنسبة لأبناء المنطقة أمر أسهل بالنسبة للروس، لكن يعني الجميع يعلم أن إيران تتواجد سواء في القنيطرة وفي درعا، وتتواجد إن لم تكن بشكل كتائب منظمة إنما عبر شخصيات وأفراد يقومون بعمليات مهمات داخل نقاط ميليشيا أسد الطائفية، وبالتالي يستطيعون العودة إلى نقاطهم المتواجدة في مثلث الموت وفي مناطق أخرى تقع شمال محافظة درعا، حيث تعتبر ميليشيا حزب الله وإيران أن هذه النقاط هي نقاط ارتكاز لها. كما نرى ونعلم وسام أن المحتل الروسي يستطيع وبالمحصلة هو يستطيع أن يمنع كل الأنشطة الإيرانية وكل ما تقوم به ميليشيا حزب الله وإيران في جنوب سوريا، لكنه حقيقة يقول ناشطون من داخل محافظة درعا في بعض الأحيان يتغاضى عن هذه الأعمال ربما لمنع الصدام المباشر بينه وبين الميليشيا الإيرانية وحزب الله. هناك عمليات تمدد وتوسع ظاهرة للميليشيا داخل محافظة درعا، الآن باتت لا تعتمد فقط على النقاط الحدودية. تكلمنا كثيرا عن تواجد لعناصر حزب الله وإيران في النقاط الحدودية على مع الجولان المحتل، لكن يعني هناك تواجد جديد داخل أراضي محافظة درعا من خلال تهيئة مجموعات لعمليات أمنية والدخول داخل المؤسسات المدنية. كل ذلك يحصل طبعا في المراكز المعتمدة إن صح التعبير لإنشاء هذه الخلايا بالنسبة لحزب الله وإيران، والتي ذكرنا منها مراكز متواجدة في منطقة اللاجا يأتي إليها مجموعات يتم تهيئتها ومن ثم تقوم بأعمالها داخل محافظة درعا. حتى أن تنقل هؤلاء وسام هو أسهل من تنقل عناصر حزب الله وإيران في المحافظة، كون هؤلاء ربما يكونوا من أبناء ذات المنطقة، ولكن إن كانت أعدادهم ولو كانت يعني أعدادهم قليلة لكنهم سيقومون بأعمال يوما ما. أيضا هناك أنشطة تقوم بها إيران وحزب الله في داخل محافظة درعا وهي شراء الأراضي والعقارات، أيضا تقوم بنشاطات عسكرية على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل من خلال زرع عناصر داخل كامل الشريط الحدودي داخل نقاط ميليشيا أسد الطائفية، رغم أن هناك يتواجد نقاط تتبع للمحتل الروسي. هنا يتساءل ناشطون محافظة درعا، لماذا لا تستطيع روسيا منع كل هذه الأنشطة؟ إن كانت تستطيع منع نشاط ما كإعادة رتل من دمشق إلى درعا، لماذا لا تقوم بمنع كل الأنشطة الباقية التي تراها وتعلمها والتي تقوم بها ميليشيا حزب الله وإيران في محافظة درعا؟ نعم، هل هناك أسباب لربما إبراهيم لعدم قيامها بذلك؟ ربما يعني يتكلم ناشطون وسام طبعا أن هناك روسيا تبتعد عن الصدام المباشر مع حزب الله وإيران، وهي تزج عناصر فصائل المصالحات المنضوين تحت الفيلق الخامس للصدام مع عناصر حزب الله وإيران. أيضا ذات السياسة تقوم بها ميليشيا حزب الله وإيران في محافظة درعا، وبالتالي نرى صدامات في محافظة درعا، نرى عمليات اغتيال ونرى عمليات اغتيال ونرى عمليات اعتقال، لكن كل هذه العمليات تتوجه بشكل مباشر إلى أبناء المحافظة ممن أجروا عمليات التسوية وانضموا إما لصالح حزب الله أو انضموا إلى صالح روسيا. بالتالي الصدام المباشر يبتعد عنه الطرفان، والنتائج تكون بقولا واحدا مضرة بأبناء البلد كون المشروع النهائي لم يتحقق. رأينا وسام عمليات ربما تكون مجدية قامت بها وتبنتها فعليا المقاومة الشعبية في محافظة درعا من خلال اغتيالات تتبع لحزب الله وإيران. أيضا شهدنا عمليات مجدية قام بها بعض عناصر فصائل المصالحات المتواجدين في المنطقة الغربية من خلال منع ميليشيا تتبع لإيران وحزب الله جاءت لوضع نقاط قرب قراهم في المنطقة الغربية، وبالفعل استطاعت أن تمنعهم من دخول هذه المناطق وأن تضع نقاط عسكرية فيها.
شكرا جزيلا لك إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز على هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من إسطنبول.